السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، اليوم غادي نتواصل معكم بواحد القسم علمونا الشيوخ في الزوايا. هو قسم له ظهر كبير وطويل، وهذا القسم هو كالسيف الناري او كالجزر على الجن والشياطين قدام السحر المتلبسين بالجسد. هو قسم عظيم أحلى ريت الزمان مثله، وهذا هو القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قاسم كل جبار عنيد وجني مريد وشيطاني مكيد. بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والقمر إذا اتسق وبالعلى وما خلق قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق شر غاسق إذا وقب شر نفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد ومن شر كل جن وشيطان ونمام وبهتان ومن يتعرض للنساء ومن يفزع الصبيان. أذكركم بالسقف ومن بناه وبالطور ومن أرساه وبالعرش ومن أعلاه وبالأفلاك العالية وبالنجوم الثاقبة والأقسام الإلهية والدعوات الربانية والآيات القرآنية والفيوضات النورانية وبنور النور بما غشى موسى على جبل الدور فخر موسى سحقا فتدك الجبل من هيبته فصار هباء منثورا والساحة الكبرى والجزرة العظمى بحق من نادى موسى أني أن الله رب العالمين. أزر كل وارد وصادر من الملاعين الشياطين بمحصنات حجوبية حجبت كل كائد ومعاند وصخب صاخب وصرفته عن فلان ابن فلانة أي أنا وأنت تذكر الاسم ديالك والاسم ديال الله. عزمت على كل من قام وقعد بأسرار الله وبأقسام الله وبأسماء الله وأقسم بقول والله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. عزمت عليكم بأدعية الأنحاس وقطعت لكم الإحساس بقول رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا القسم يقرأ 7 مرات على ماء على زيت على رأس مريض فيكون الشفاء بإذن الله. ولا تنسوا الاشتراك والبارتاج. بارك الله فيكم.